xarunta taliska guud ee ciidamada booliska Soomaaliland waxa xusb balaaran loogu sameeyay sanad guuradii 2020aad ee kasoo wareegtay markii la aasaasay ciidamada booliska Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaana munaasabada goobjoog ku ahaa madaxweynaha Soomaaliland Axmed Siraanyo qaar ka mid ah golihiisa wasiirada duqa caasimadda Hargeysa Salaadiin iyo dadweyne kale xafladani oo socotay waqti dheer kooxda fanaaniinta Goodir ayaa ku soo bandhigay ruwaayad ka turjumaysa qiimaha uu leeyahay ciidanka booliisku محمود دعالة تلياه هولغليتا عيدة مدى بوليس كو غهرين مدى شكا اللاي وحاو فافاهي كبحيي دبيادي دالكا قد عاي سند كي تغاي دبياد دالكا قد عاي اسمد دوليكو دبياد سند كان اي سند كي هوي لابا تبادا دلالكا دالكا قد عاي سند كان ايو اسمد بوليكا سند كي هوي صدح تبادا فرالكا كفسيادا دالكا قد عاي أفضل كيف هذا شرالك جديد كأنت قف يا كل متي أما كلها وعنتي يا خسارها الجارزين شن كيف هذا إسكه في ماديرة يا أنت قف يا كل متي ليه مخاطرات كأي عيد كبوليس وقبتين تطبع كيف هذا لما شذا يا دعوة عيد كبوليس كلوجيستي تليها عيد مدى بوليس كعبد الله فضل إيمان وهذا الكلور يجي waxa uu ku bogaadiyay ciidamada booliska sanad guuradan ay galeen waxaanu sheegay tababarada waxa sanadkan tababaro iyo siminaaro kala duwan oo la xiriira shaqada ciidanka booliska dalka gudihiisa iyo dibadiisa uu ku soo qaatay in ka badan 120 sarkaal iyo 700 askari oo isugu jira saraakiil xigeen iyo dabley moodana madaxweyne waxaana ka mid ah saraakiishaas lixdan iyo sideed sarkaal oo xidig la ilaa dhame oo taliya saldhigyada gobolada dalka jumhuuriyadda Soomaaliland sayid cilaa laas qoray waa markii ugu horreysay ee ay dhacdo taariikhda Soomaaliland in hal bar ama dugsiga tababarka ee kuliyadda ee lixda madheera lagu kulansiiyo oo wax lagu baro taliya saldhigyada laamaha iyo saraakiil kalaba tababarada noocan oo kale ka soo qayb galaan dhammaan taliya saldhigyada ciidanka booliisku علي محمد ورن عطي وسير كارمها قدها سومالي لان وقوب تكال لي وحاو بغادي عيدا كبوليس كا أنا هل كان وهم بليين يا دمان عيدا كبوليس كا سومالي لان ميلو تشوغبا غارهان تليها بوليس كا كوحيقين نديسا سراكيشا سراكي الحيقين كا دبليد ايا حاسس كو دبا وحان لايها سند كان سند كيسا إن شاء الله بشبش يا برواقو يا هرمر الله يدوك عرسي وحكالة ومدن الملعب هل كنا عشان يقول مهات نقو كوحدة بوليسكا ورنتي هل كان سيف فرشح النماء وقام موجيي لباتضا إيا هجار دامدا إليهين قبيا ردا إيا قصوة ياشا وقال لي هاي ومعلمين كترتمية حوشة وقبتو بوليسكو وقبتو قرن كيسا مدن مدح ويني وحن ما تود بلدينا سنة قولة دي لبي الله باتنان اكسو وريكتي اساس كي بوليسك سومالي لان وما تكو بيغن مدن مدح ويني حد يعني اير كايو ورمو بوليسك اي تيا ديسا مدح وينها قرن كسومالي لان احمد محمد محمود سيرايو وطبيتي مدشا كادلاي وعاو هامباليو دراي عيدة مدى بوليسكا وعانو مدح وينوه يستول تاغي حالة سياسة دا اي دالكا دانا لكرا اللي هاي قاب كرا دو محلواركا لكن فرصمو اي علمي اي اقون اي نظام بالو كرا بحا وحي النظام فاكا بحسن اي دامت قيلة وحي يليا عد لغي يليا بجرتو بوليسكا نوح عسما يسي هاي انو نمت قيلة إراليو ايش كستوى هنغوتي بركا وحان لا هاي حدادكا قاركود سياسة ولا سخوخ بسنة ولا سخوخ ربانية لكن عندنا كيير منه عندنا لقاء قبل مايو انت العيدة كينا بوليسكي عيدة بدا كينا نبت قليه لالي يانو يسنو ان عيدنا اي وحييشو ومدى يددكا نبت قليه دي حسنو دي هستا اي كو عيارتو
نبات كريدة يحصلون ذا إيرولنا هاي وحلنا هاي آد يا آد بان وجب قادنا يا إذا ماذا بوليسكا ماذا حديسة مسؤوليتسة يمشيسة سيرف عن قرن مثلا أو شاحل كا لويك مدي أو إلى ليان وحلاه حمبليو آد يا آد بلاد بارسوا كدنا يا ودبيتنا ماذا حوين أحمد سيرايو وحو إدين كسو مري حروت تلسك جودة إذا ماذا بوليسكا oo taliyaha ciidamada booliska madaxweynaha ku tusay ideeyteeti siyaasi iskaaniyadka kala duwan ee ciidamada booliska oo goobtaasi lagu soo bandhigay Patrick Osar Mahamud telefishka caalamiga Star Hargeysa